مرحبا، أنا ياسمين دمير، طالبة في السنة الرابعة في قسم الصحة والسلامة المهنية في كلية هامدية للعلوم الصحية في جامعة العلوم الصحية. كنت ممثلة عن قسمي لمدة عامين تقريبا. قسم الصحة والسلامة المهنية هو قسم جديد أنشئ في عام 2017 في جامعتنا. الهدف من قسم الصحة والسلامة المهنية هو الوقاية من الأمراض والحوادث المهنية المحتملة الناجمة عن التعرض للأخطار المهنية في مكان العمل. بالمحصلة، إذا أردنا تلخيص الهدف من قسم الصحة والسلامة المهنية بإيجاز، فإنه قسم يهدف إلى ضمان السلامة العقلية والجسدية للعاملين. لدينا في قسم الصحة والسلامة المهنية مجموعتان من الدروس، هي الدروس النظرية والدروس المختبرية. إذا أردنا إعطاء بعض الأمثلة على هذه الدروس، فلدينا من ضمن دروسنا المختبرية درس معدات الحماية الشخصية ودرس تقنيات اتخاذ القرار في مجال الصحة والسلامة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، لدينا دروس مجموعات المخاطر الخاصة التي تضم كافة إجراءات التحقق الدورية في بيئة العمل، مثل دروس إدارة النفايات وتلوث الهواء والتحكم فيه وجودة الهواء الداخلي وقانون العمل. كما لدينا العديد من الدروس التي يتم فيها دراسة عوامل الخطر الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والنفسية. لدينا مختبر حيث توجد نماذج للعديد من معدات حماية العمال وأدوات العمل التي قد نواجهها أثناء أداء مهنة أخصائي الصحة والسلامة المهنية. كما ويمكننا في دروسنا في هذا المختبر التعرف ورؤية نماذج مصغرة للعديد من آلات ومعدات العمل التي لا يمكننا رؤيتها قبل الذهاب إلى الميدان. يتم في قسمنا القيام بالتدريب العملي ومشروع التخرج بشكل منفصل. يتم القيام بالتدريب العملي في قسمنا في السنة الثالثة، نظراً لأن قسم الصحة والسلامة المهنية يمتلك نطاق عمل واسع جداً، فيمكنكم إجراء تدريباتكم العملية في العديد من المجالات. يجب أن يتم التدريب العملي في الأوقات والفترات التي يحددها منسقنا. إضافة إلى ذلك، عندما نصل إلى نهاية السنة الرابعة، من المتوقع أن نقوم بمشروع تخرج. بنفس الشكل، نقوم في هذا المشروع بإعداد بحث أو أطروحة أو واجب معلومات عامة حول موضوع أو قضية يحددها لنا منسقنا ومشرفنا. يتم تقييم درجاتنا في إطار هذه التدريبات العملية ومشروع التخرج الذي نقوم به في السنة الرابعة، وبهذه الطريقة نكون قد أكملنا قسمنا. يمكننا بعد التخرج من قسمنا العمل في العديد من أماكن العمل. وفقاً لقانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331، فإن الأشخاص وأماكن العمل خارج نطاق هذا القانون هي القوات المسلحة التركية وجهاز المخابرات الوطنية والخدمات المنزلية وفرق الاستجابة لإدارة الطوارئ والكوارث والعمال المدنيين. بذلك يعمل أخصائيو الصحة والسلامة المهنية في جميع أماكن العمل باستثناء هذه القطاعات والأشخاص المذكورين. لذلك فإن النطاق الوظيفي لأخصائي الصحة والسلامة المهنية واسع جدا، حيث يمكنكم العمل في أي مجال يخطر على بالكم. هدفي الأساسي من اختياري لقسم الصحة والسلامة المهنية هو ضمان السلامة العقلية والجسدية للعمال. فإذا أخذنا في عين الاعتبار أن الطبقة العاملة هم أيضا بشر ولديهم حياة، فأعتقد أننا في هذا القسم نحمي طفلا وأما وأبا، بل عائلة. لذلك فإن هذه المهنة ليست مجرد وظيفة بالنسبة لي، حيث أن لها معنى معنويا كبير. لذلك اخترت هذا القسم لأن الهدف منه هو حماية الناس. كان السبب الرئيس في اختياري جامعة العلوم الصحية هو أنها الجامعة الأولى
والوحيدة ذات الطابع الصحي في تركيا. بعد الانتهاء من دراسة للبكالوريوس في قسم الصحة والسلامة المهنية، أرغب في مواصلة دراسات العليا والعمل في الطاقم الأكاديمي في جامعتنا وتنشئة الأجيال القادمة كأستاذة. نصيحتي للأصدقاء الذين سيختارون جامعتنا وقسمنا هي كما يلي: أولاً وقبل كل شيء ومن خلال وضع مرآة أمامكم، قيموا أنفسكم واسألوها: ما مدى سرعة وصحة اتخاذي للقرارات؟ ما مدى سرعة إنتاجي للحلول؟ هل يمكنني التفكير من جميع الزوايا؟ لأن قسم الصحة والسلامة المهنية قسم يتطلب من الأشخاص التفكير في كل الجوانب. أتمنى التوفيق لأصدقائي المقدمين على الامتحانات. أتمنى أن تختاروا جامعتنا وآمل أن تحصلوا على فرصة للدراسة هنا.